اهلا بكم في قناه بي اسلت، معاكم حسام عيد. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن الفرق بين التمرين بوزن الجسم اللي احنا بنقول عليه السويدي، والتمرين باستخدام البار او الدمبل اللي هي التمارين المركبه، والتمرين على الاجهزه. ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك الفرق ما بينهم، مميزات وعيوب كل حاجه منهم. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. لو حبينا نتكلم الاول عن التدرج بتاعهم من الاصعب للاسهل، فاصعب حاجه فيهم هتكون التمرين بوزن الجسم. التمرين بوزن الجسم من اكتر التمارين اللي بتحتاج وقت ومجهود عالي جدا. ولو اتكلمنا عن اسهل حاجه تقدر تعملها بوزن جسمك، فهيكون مثلا تمرين الضغط اللي بيكون صعب على كتير من المبتدئين جوه الجيم ان هم يقوموا بتمرين الضغط. طبعا في تمارين بوزن الجسم اصعب من كده بكتير، زي مثلا الهاند ستاند. لو حبينا نتكلم عن العيوب بتاعه التمرين بوزن الجسم، فهنقول ان اكتر حاجه بتضايق الناس منها هي انها بتحتاج وقت كبير وبتحتاج مجهود كبير علشان تعرف تعملها. وانا من وجهه نظري انا مش شايف ان ده عيب خالص، لان الحاجه كل ما كانت صعبة كل ما كان فايدتها هتكون أكبر. لكن بالنسبة لواحد مبتدئ أول مرة يخش الجيم، مش هيكون بيحبس فكرة إن أنا أخد حصة كاملة وأنا بتعلم تمرين واحد. على العكس مثلا لو انت خليته يتمرن على الاجهزه، هيلاقي نفسه فرحان وهيلاقي نفسه بيلعب كذا تمرين، واحتمال تلاقيه كمان ان هو قادر يزود اوزان. فهي دي المشكله الوحيده اللي ممكن تكون مش محببه الناس في التمرين بوزن الجسم، هي ان هو التدرج بتاعها في العدات وفي المجاميع بيبقى بطيء. انت عشان تزود عده واحده مثلا في تمرين زي الهاند ستاند بتحتاج اسبوعين ثلاث اسابيع علشان تقدر تزود عده واحده، او ان انت تقدر تزود مجموعه كامله. لكن طبعا التمرين بوزن الجسم مفيد جدا جدا، ومن اكتر التمارين اللي ممكن تساعدك في ان انت تزود المرونه، تزود القوه، تزود التوازن بتاعك اكتر من اي تمارين تاني. الحاجه التانيه اللي هنتكلم عنها في الفيديو النهارده هي التمرين باستخدام البار والدمبل. وبرضه التمارين باستخدام البار والدمبل بيكون فيها صعب وبيكون فيها سهل. لو حبينا برضه نتكلم على اصعب حاجه ممكن تلعبها بالبار والدمبل، فهتكون التمارين بتاعه الويت ليفتنج زي السناتش والكلين. ودي من اكتر التمارين اللي بالبار والدمبل اللي هتاخد فيها وقت علشان تتعلمها، لان هي اصلا تعتبر حركات مهاريه، فبتاخد وقت طويل جدا علشان تقدر تتعلمها. وده برضو للمبتدئين مش هيستمتعوا بيه جدا، لان احنا زي ما قلنا في اول الفيديو ان المبتدئ بيحب ان هو يلعب كذا تمرين، بيستمتع ان هو اول مره يخش الجيم فبيلعب كذا تمرين. من عيوب التمرين بتاعه الويت ليفتنج انها بتحتاج وقت ومجهود طويل جدا عشان تقدر تتعلمها، كمان بتبقى مثيره جدا جدا للجهاز العصبي. لكن من وجهه نظري برضو انا مش شايف ان ده ممكن يكون عيب، بالعكس ده انا شايفها ان دي ميزه مهمه جدا، لان استثاره الجهاز العصبي بتخلي هرمونات كتير في جسمك تفرز بشكل اكبر او تفرز بشكل طبيعي اكتر، زي مثلا هرمون التستوستيرون وهرمون البناء. الهرمونين دول بيبقوا مهمين جدا لزياده القوه العضليه ولزياده الكتله العضليه ولتقليل نسبه الدهون في جسمك. فبالتالي هتلاقي اوزانك في التمرين زادت، هتلاقي مستواك في التمرين اتطور، ادائك ابتدى يتحسن، المرونة عندك ابتدت تزيد مع الوقت. طيب في تمارين تانية برضو بتبقى أسهل شوية من التمرين بتاعة الويت ليفتنج، وبرضو بتبقى باستخدام البار والدمبل زي التمارين بتاعة البار ليفتنج اللي هي الديد ليفت والبنش بريس والباك سكوات. برضو التمارين دي مجهدة وصعب ان انت تتعلمها وتتقنها 100%، فبالتالي برضو بتفرز التستوستيرون فيها، بيكون افرازه بيزيد، وهرمون البناء برضو في جسمك افرازه بيزيد، فبالتالي برضو قوتك في التمرين بتتحسن، اوزانك بتزيد، ومستواك بيتطور في التمرين. لو جيت تقارن بين التمارين دي في استخدام البار واستخدام الدمبل، هتلاقي ان استخدام الدمبل بيكون اصعب شوية من البار، لانك بتضطر ان انت تحافظ على التوازن بتاع جسمك وهو شايل الدمبل، وبتضطر ان انت تحافظ على ان كل جنب من جسمك يبقى شايل الدمبل بشكل مستقر، من غير مثلا ما جسمك يبتدي يتهز او يفقد التوازن بتاعته. عشان كده استخدام الدمبل هيكون له ميزة حلوة جدا، وهو ان انت هتعمل توزيع للاحمال على جسمك بشكل متساوي، وهتخلي كل جنب في جسمك يبتدي يشيل الوزن بشكل مستقل. فده هيساعدك لو انت عايز تزود التوازن بتاعك، لو انت عايز تحاول تحسن من عدم التناسق مثلا، لو في عدم تناسق في عضلات جسمك من جنبك الشمال وجنبك اليمين، التمرين بالدمبل هيساعدك جدا ان انت تحسن من التناسق ده، لان كل جنب بيبقى نازل عليه الوزن بشكل مستقل. كمان في ميزه لاستخدام الدمبل، هو ان استخدام الدنابل في التمرين هيحسن من جوده الاربطه والمفاصل في جسمك اكتر شويه من استخدامك للبار. العيب الوحيد في كل التمارين المركبه اللي احنا قلناها
اللي فاتت دي، سواء التمرين بتاعت الباور ليفتنج او التمرين بتاعت الويت ليفتنج، هي انها بتحتاج مدرب علشان يقدر يعلمك التمارين دي، وده من الصعب ان انت تلاقيه متوفر في كل الجيم. في تمارين تانية باستخدام البار والدمبل بتبقى اسهل بكتير جدا من التمارين بتاعت الويت ليفتنج او الباور ليفتنج، زي ان انت تلعب تمارين عزل باستخدام البار او باستخدام الدمبل، زي مثلا ان انت تلعب بايسبس كيرل بالبار الزجزاج مثلا. دي تعتبر تمارين بالبار وبالدمبل لكن مش مركبة، دي تعتبر تمارين عزل لان مفيش مفاصل كتيرة بتشتغل في جسمك، هو يدوب مثلا مفصل الكوع بس اللي بيشتغل في جسمك، وهي تعتبر عضلة واحدة بس اللي شغالة اللي هي عضلة الباي. فتمارين البار والدمبل اللي بتستهدف العزل او ان هي بتحرك مفصل معين او عضلة معينة بتبقى اسهل بكتير جدا من التمارين اللي احنا قلناها في الاول، كمان بتقدر تتعلمها بسهولة. اخر حاجة واسهل حاجة ممكن تتعلمها هي التمارين على الاجهزة، مش بتحتاج فيها مجهود كبير، مش بتحتاج مدرب ان هو يكون واقف عليك، هو الجهاز بيكون مرسوم اصلا عليه الاداء بتاع التمرين، وهو بتبقى قاعد كمان وانت بتتمرن، فما بيبقاش فيه اي استثارة ليك او اي استثارة لجهازك العصبي، ما بيبقاش فيه مجهود عالي، هو يدوب دراع بيتحرك بطريقة معينة وبنمط معين وفي اداء حركي ثابت، فانت ما بيكونش في اي مجهود خالص وانت بتتمرن على الاجهزه. لو حبينا نتكلم عن مميزات التمرين على الاجهزه، فهي الحقيقه بيكون ليها مميزات كتير جدا، زي ان انت لو ما عندكش مدرب في الجيم هتقدر تتعلم التمارين على الاجهزه، لان احنا زي ما قلنا بيبقى مرسوم على الجهاز الاداء الحركي بتاع التمرين. بتبقى مفيده لبعض الحالات، زي مثلا انت عندك الم في مفصل معين او عندك الم في حته معينه في جسمك، فبالتالي بتروح تختار الجهاز اللي هو ما يحركش المفصل ده فما تحسش بقلق. ميزة تانية ان هي هتساعدك لو انت بادي بيلدينج ومحتاج ان انت تطور او تكبر عضلة صغيرة او زاوية صغيرة في عضلة صغيرة في جسمك، التمرين على الاجهزة هي اكتر حاجة ممكن تساعدك في النقطة دي. ميزة كمان في استخدامك للاجهزة هو ان انت نادرا لما هتجيلك اصابة، وخصوصا لو انت كنت بتلعب على جهاز بيحرك عضلة صغيرة في جسمك زي مثلا البايسبس، فهيكون نادر اصلا ان انت تتصاب. ممكن تجيلك اصابة لو انت مثلا متقل وزن جدا ورايح تلعب على جهاز زي الليج بريس، فساعتها ممكن تلاقي ان اصلا متقل الوزن وما بتلعبش باداء مظبوط ومش مأمن نفسك، فممكن اصلا الوزن كله يقع على دماغك يكسرها لك، فدي هتلاقيها اصابه كبيره جدا وهتلاقيها بتحصل لعيبه البادي بيلدينج الكبار. من عيوبها بقى لو انت معتمد على الاجهزه بشكل صريح ان انت مش هتقدر تطور مستواك من حيث المرونه او القوه او التوازن، كمان هتخلي جسمك متيبس جدا، وده انا شفته بعيني في الجيم بحكم خبرتي المتواضعه في التعامل مع الناس، ان انا بلاقي الناس طول بعرض ومش بتستخدم غير الاجهزه، فبالتالي جسمه بيبقى متيبس جدا جدا، وحتى السكوات اللي هو ابسط تمرين ممكن تعمله مش بيقدر يعمله. العيب الاهم اللي انا شايفه في استخدامك للاجهزه هيكون ان انت بعد مرور شهر واحد من دخولك الجيم هتكون خلاص عرفت كل الاجهزه بتشتغل ازاي، وهتكون قادر ان انت تتمرن على كل الاجهزه وتحرك الدراع بتاعها زي ما هو مرسوم على الجهاز، فهتتحول بعد شهر واحد من دخولك الجيم من لاعب بسيط غلبان ما يعرفش اي حاجه في التدريب الى مدرب شخصي دولي معتمد من الجيم بتاعك. هتبقى قادر بعد مرور شهر واحد ان انت تبدي ارائك في الجيم، تقول للناس انت بتلعب غلط وانت بتلعب صح، وبالتالي هتتحول لآلة لنشر المفاهيم والتعاليم الخاطئة عن التدريب، مش بس في الجيم بتاعك، لا ده كل اصحابك في المنطقة بتاعتك وفي العمارة بتاعتك وفي كل مكان انت بتشوف، فبدل ما كنت هتفيد الناس فهتلاقي نفسك ان انت اي معلومة بتقولها اصلا بتأذي الناس. طيب جينا لأهم جزء في الفيديو، هو نصيحتي ليك لو انت كنت اول مرة مثلا تدخل الجيم، هو ان انت تشوف لك مدرب كويس يعلمك التمارين المركبة باستخدام البار والدمبل. لو انت مبتدئ خالص بلاش طبعا تتجه ناحية التمارين بتاعت الويت ليفتنج، السناتش والكلين، ده الموضوع ده هيبقى صعب جدا جدا عليك في الاول، لان زي ما قلنا دي اصلا تعتبر حركات مهاريه فبصعوبه جدا ممكن تتعلمها. لكن ابتدي اتعلم الاول الديد ليفت، البنش بريس، الباك سكوات، اتقنهم كويس جدا، ده حل. الحل الثاني لو انت ما عندكش مدرب في الجيم يعلمك التمارين دي، هتروح تشوفهم من على النت وهتحتاج وقت شويه ومجهود، لكن هم فعلا اللي فيهم الاستفادة بتاعتك اكتر بكتير جدا من ان انت تقعد على جهاز وتحرك الدراع بتاعه. طيب بعد ما مستواك يتطور في استخدامك للبار والدمبل، ابتدي ادمج بين استخدام البار والدمبل وبين استخدامك للاجهزة، واحدة واحدة مستواك هيتطور تاني وهتبتدي
ان انت مثلا تقدر تعمل ضغط او ان انت تقدر تعمل عقلة، ابتدي ادمج ما بين الثلاثة في نفس الحصة، انك تتمرن بالبار والدمبل وبعد كده اتمرن بوزن الجسم وبعد كده في الاخر البار الموجود فيك اتمرن على الاجهزة، لان التمرين بالبار والدمبل هياخد الطاقة بتاعت التمرين كلها وما ينفعش ان انت تخليهم في اخر الحصة التدريبية بتاعتك. النصيحة التانية، لو انت شخص بيتمرن مثلا بقاله 3 شهور او اكتر شوية لكن ما كانش بيلعب يعني غير على الاجهزة، لا نصيحتي ليك برضو ان انت تبتدي تعلم دلوقتي البار، التمارين المركبة باستخدام البار والدمبل، علشان تطور نفسك في الاوزان وتطور نفسك في التمرين، تحسن من الكتلة العضلية والقوة العضلية في جسمك. هي كل العيوب والمميزات والفروق اللي موجودة في التمارين بوزن الجسم او التمارين على الاجهزة او التمارين باستخدام البار والدمبل. اتمنى تكون استفدت وتكون قدرت تحدد انت محتاج ايه وايه هي اولوياتك في التمرين وازاي تبتدي الحصة التدريبية بتاعتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. ازيك يا حاج عمار؟ ليك فترة ما شفتنيش بصور كده. صح؟ بس خلاص غير هدومك، لا مش هتطلع برضه دي، شاور براحتك ما فيش حاجه هتطلع. لا ما انا بعمل مونتاج. ما انا عارف.